بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد امين. مجد للآب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين. كل سنه حضراتكم طيبين. احنا في الحد الخامس من الصوم المقدس. حضراتكم عارفين ان احنا دلوقتي في الاربعين المقدسه اللي صامها عنا ربنا يسوع المسيح. ربنا يسوع المسيح الاله المتجسد اللي ظهر في وسطنا وجاء عشان يرفعنا للسماء ويرجعنا مره اخرى للاحضان الالهيه، يصالح السمائيين مع الارضيين ويوحدهم تاني ويسحق الشيطان تحت أقدامنا ويدينا النصرة على الشيطان. النهاردة إحنا وإحنا لسه في الأربعين مشتاقين طبعا للقداسات. إحنا لحن التوزيع بيقول يسوع المسيح صام عنا 40 يوما وأربعين ليلة، واللحن ده يعني ودنا مشتاق له خالص. ربنا يقصر الأيام اللي إحنا فيها ويرجعنا تاني للكنيسة. الإنجيل بتاع الحد الخامس من الصوم المقدس نقراه من إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح 5. يقول كده معلمنا القديس يوحنا: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. بعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم. وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة يحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة. هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له: أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت. فقال اليهود الذي شفي: إنه سبت، لا يحل لك أن تحمل سريرك. أجابهم: أن الذي أبرأني هو قال لي احمل سريرك وامشي. فسألوه: من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ أما الذي شفي فلم يكن يعلم من هو، لأن يسوع اعتزل إذ كان في الموضع جمع. بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له: ها أنت قد برئت، فلا تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. فأجابهم يسوع: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. فمن أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا أن الله أبوه معادلا نفسه بالله. وابتدى المسيح بعد كده يكلمهم عن العلاقة بين الأب والابن. يقول لهم كده: أجاب يسوع وقال لهم: الحق الحق أقول لكم، لا يقدر الإبن أن يفعل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الإبن كذلك. يعني بيقول يعني أن اللي بيعمله الآب بيعمله الإبن، لأن الآب يحب الإبن ويريه جميع ما هو يعمله، وسيريه أعمالا أعظم من هذه التي تعجبوا أنتم، لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء. لأن الآب لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للإبن لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله. المجد لله دائما أبديا أمين. أحد المخلع الحد الخامس، قصة كلنا عارفينها وتحب الكنيسة أنها تذكرها لنا كل مرة نيجي نصوم الصوم المقدس. لكننا في ملحوظة أن الإنجيل اللي احنا قريناه دلوقتي بتاع إنجيل يوحنا 5 هو نفس الإنجيل بالظبط اللي بيتقرا في سر مسحة المرضى. سر مسحة المرضى ده واحد من الأسرار السبعة اللي في كنيستنا، واللي بينال الإنسان المريض الشفاء من ربنا. في سر مسحة المرضى بنقرا قصة المخلع، وفي قصة المخلع في آية كده في الآخر بتوقفنا شوية. المسيح بعد ما شفى الإنسان المخلع لقى الدنيا زحمة فمشى، وبعد كده رجع تاني قابل الراجل ده مرة تانية. لما قابله مرة تانية قال له ايه؟ قال له كده: لا تعود تخطئ ايضا لألا يكون لك اشر. والسؤال بقى: هل كل مرض بسبب خطية؟ الحقيقة الاجابة لا، ليس كل مرض بسبب خطية. الاسبوع اللي جاي احنا بنتكلم على المولود اعمى. المولود اعمى ده من يوم ما اتولد وهو اعمى. يظهر التلاميذ لما شافوا اللي قالوا المسيح هنا وبعدين شافوا المولود أعمى سألوه: طيب قول لنا بقى، أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ فرد المسيح عليهم، وده هنشوفه الأسبوع الجاي: لا أخطأ هذا ولا أبواه،
بل لتظهر إرادة الله فيه. يبقى المسيح قصده إيه؟ قصده إنه ليس كل مرض سببه خطية الإنسان، لكن ده لا يمنع إنه ممكن مع خطية الإنسان ربنا يلجأ للتأديب. ليه؟ قال لك كده لأن ربنا أب محب، عايز لابنه كل حاجة كويسة، عايز ابنه يمشي في النور، فيأدب الابن إن انحرف الابن. طب يأدبه ليه؟ قال لك يؤدبه لينقذه، عشان يفهم الابن ويرجع ويرد نفسه. شطارة الإنسان بقى إنه يفهم محبة الآب أو يفهم محبة الأب ده، ويقدم توبة، وينتبه إلى أن ربنا في حنانه مهتم بيه هو. يعني إيه؟ يعني كل ما يبقى فيه تأديب انتبه وتأكد من جواك إن ربنا باصص عليك وبيحبك ومش عايزك تبعد. يقول لك كده ألم التأديب أخف بكتير جدا من وجع الهلاك اللي في الآخر. وألم التأديب ده نافع جدا 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 لتغيير الحياة. يقول لنا كده القديس كيرلس الكبير وهو بيشرح الجزء ده من الإصحاح الخامس من إنجيل معلمنا يوحنا، يقول لنا كده إن بولس الرسول نفسه اتكلم في الحتة دي، فيقول حتتين. الجزء الأولاني موجود في رسالة بولس الرسول لكورنثوس الرسالة الأولى صح 11، فيقول كده بولس الرسول: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون، لأننا لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان، قصده يعني في اليوم الأخير مع العالم ده إن رجعنا. خلي بالكم يعني لو الواحد النهاردة بيحاتب نفسه بيقف قدام ربنا بيعترف بخطأه، يبقى هو يعني ينجو من الدينونة. يقف قدام ربنا واحد إنسان عايز يقدم توبة، يجي يقدم توبته قدام ربنا ويجي يعترف، ده أحسن حاجة. بس خلي بالكوا ان الاعتراف لوحده مش كفاية، يعني القصد ان انا النهاردة جيت اعترفت باخد غفران الخطايا بتاعتي، بعدين بطلع بره بعمل نفس الكلام تاني من قلب مش تايب، لكن التوبة والاعتراف سر بتاع الكنيسة اسمه سر التوبة والاعتراف. بيقول برضو القديس بولس الرسول في عبرانيين: قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين. شوف الكلمة الجميلة، بنين يعني ابن. انتوا شكلكم نسيتوا كلام الوعظ اللي بيقول لكم ان انتوا ولاده. بيقول ايه كلام الوعظ ده اللي بولس الرسول بيحاول يفكر الناس بيه؟ يقول كده: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر اذا وبخك، لان الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. ان كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كبنين. بس ركز برضو على الجزء الحلو، في ناس كتير بتقعد تقول لك التأديب التأديب ربنا ايديه تقيل علينا. لا سيبك من الموضوع ده، شوف على كلمة البنين، يعاملكم الله كالبنين. الحقيقة بولس الرسول حب يشرح أكتر اللي هو يقصده، فبص يقول لك إيه: فأي ابن لا يؤدبه أبوه. فعلا لو في أب أثر في تربية ولاده، أثر في تربية وتأديب ابنه إن ابنه انحرف أو أخطأ، نعتبر دي محبة ولا نعتبر إن ده تقصير في الحب؟ ونعتبر إن ده تقصير من الأب وتقصير في الأبوة إنه إزاي يسيب ابنه من غير تأديب؟ بولس الرسول بيكمل يقول كده: ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين، بيتكلم على يعني الأب والأم الجسديين، وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا. شوف كلام بولس الرسول جميل جدا. لأن أولئك، بيتكلم على أبونا أو والدتنا بالجسد، قد أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم، أما هذا بيتكلم على ربنا يعني فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداستي. بص انت بقى يعني اذا احتملت التأديب وانتبهت ان ربنا بيحاول يقومك هتشترك في قداستي. طب ايه ده؟ مين يطول؟ بص يعني ربنا مديلك امكانية انك تنال ايه؟ عاوز ولا مش عاوز تتمتع بهذه القداسة؟ كمل بولس الرسول يقول كده: لكن كل تأديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن، واما اخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. سلام، لا يا رب لو الموضوع كده انا ادبني. ففي واحد جدع جدا يقف قدام ربنا يقول: يا رب اكشف لي اللي جوه، يا رب الخطايا الظاهره وغير الظاهره اكشفها لي، يا رب الضعفات الاوجاع اللي جوايا اللي انا ما اعرفهاش. واحد مثلا يكون فاكر ان هو يعني ماشي كده في خوف ربنا، وبعدين يجي موقف هو يستعجب، انا ازاي طلع مني الموضوع ده؟ ازاي طلع مني الغضب ده؟ ازاي طلع مني الكلمه دي؟ ازاي جالي الفكر ده؟ اه اللي بيحصل ربنا بحنية قلبه بيكشف لي من جوه اذا كان الانسان عايز يتوب بجد. فياريت الواحد فينا لما يقف قدام ربنا، لا
لما يحس كده ان ربنا منتبه اليه، لما يحس كده ان في موقف تأديب لا يحتقر تأديب الرب، لكنه يقبل ويقول له رب حاضر انا عايز استفيد. فيكمل بولس الرسول يقول ايه؟ لذلك قوموا الايادي المسترخيه، اللي هي يعني الايادي المدلعه اللي مش عايزه تأديب، وقوموا الركب المخلعه، واصنعوا لارجلكم مسالك مستقيمه لكي لا يعتسف الاعرج بل بالحري يشفى، واتبعوا السلام مع الجميع، واتبعوا القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. شوف بقى الجمال، يبقى القداسه اللي ربنا عايز يوصلها لنا تعمل ايه في الاخر؟ تخليك ترى الرب. ايه تاني؟ يكمل بولس الرسول في الجزء ده، معلش احنا يعني لازم نقراه لانه جزء جميل على بعضه. يقول كده، انا عايزكم تبقوا بتتعاملوا مع ربنا كانه اب بيعامل اولاده وانتوا البنين. يقول كده، لو اهتميتوا بكده وقبلتوا عشان ربنا يقومكم في طريق القداسه، يقول كده يبقى يا بختكم. ويقول لنا كده اسلكوا ازاي، ملاحظين لئلا يخيب احد من نعمه الله، لئلا لو ما قبلش بقى التاديب يطلع اصل مراره ويصنع انزعاجا فيتنجس به كثيرون. يعني قصده ايه؟ قصده ان الواحد ممكن لو مش متادب، لو ما فيش تاديب، يطلع سبب عثره. لازم الواحد يراعي اخوه، لازم الواحد ما يبقاش سبب عثره للاخرين، لازم الواحد مننا يبحث عن القداسه. خلي بالكم القداسه دي اختفت عن العالم خالص، العالم دلوقتي بالنسبه له يعني ماشي في شرور كثيره. طب وبعدين؟ قال لك اي حد بيجي يمشي في القداسه العالم يعتبره انه ماشي غلط، بس ده مش الحقيقه. يعني تبقى ماشي في خوف ربنا، العالم يشاور عليك يقول لك انت غريب. لا، انا ايوه انا غريب، وايوه انا بتاع السماء، وايوه انا عايز امشي حسب خوف ربنا. العالم اللي ماشي بعيد قوي النهارده ده، النهارده ربنا يجي عشان يعدل الموازين مره تانية، لانه واضح جدا عمل الله في العالم كله في اليومين اللي احنا مره تانية. ويقول لنا معلمنا بولس الرسول برضو ايه، انا عايزكم تنتبهوا وتمشوا في طريق القداسه لألا برضو يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو، الذي لاجل اكله واحده يعني طلب جسدي او طمع باع بكوريته، يعني لم يهتم بالروحيات. قال برضو دي حاجه صعبه جدا، ان الواحد مهتم جدا 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 بالجسديات، يهتم جدا 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 بالاكل والشرب. لو تاخدوا بالكم احنا لما ابتدينا ندخل في الصوم بعد اول اسبوع الكلام كله كان بيدور حول الموضوع ده، كان بيقول لنا كده ما تخافوش ما تخافوش، انا مهتم بيكم. اذا كنت بهتم بالطيور وزنابق الحقل وزنابق الحقل، ازاي تتخيلوا ان انا ممكن ما اكونش مهتم بيكم؟ لا تهتموا للغد ولا تهتموا، انا عارف طلباتكم، الله يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسألوا. ربنا لما العالم زاغ زي ما احنا شايفين يعني اليومين دول نسمع عن شرور كتير قوي في العالم، ربنا عمل عمل عجيب جدا، وقف العالم كله في 3 أسابيع بالظبط. يا فعلا تتعجب، 3 أسابيع شقلبوا كيان العالم كله، كل حاجة وقفت، وصار العالم كله في وقفة إجبارية مع النفس. يقول لك كده، لما العالم كله هرب من قدام ربنا، ربنا وقف العالم. ليه وقف العالم؟ عشان يتعلم الإنسان اللي هو ابن ربنا، وركز قوي على كلمة ابن، عشان يتعلم الإنسان أنه يقف قدام ربنا. زي بالظبط كده أب بيتعامل مع ابنه بيحبه، والابن ده ملهي عن أبوه، يعمل إيه الأب؟ يعني يسحب الحاجة اللي بتلهي ابنه عشان ابنه ينتبه وعشان ابنه ما يضيعش. وطبعا هو بيعمل الكلام ده من أجل محبته لابنه، مش من أجل أنه يضايق ابنه أو يغلس على ابنه. ولما الابن يصرخ كده سيبني في حالي، أنت بتعمل كده ليه؟ أنت إيديك عليا ليه؟ هنا بقى كلام بولس الرسول واضح. وعلى فكرة الناس اللي ما بتعملش كده مع أولادها، تعال اتفرج النهاردة أولادها فين، تلاقي يعني في ألم ومرارة عند الأب، يا ريتني كنت أدبت ابني زمان. قبل ما نسيب النقطة دي عايز أتكلم مع حضراتكم على مزمور جميل جدا، مزمور رقم 22 اللي بنصليه في صلاة الساعة الثالثة، ده يعتبر المزمور الثاني في صلاة الساعة الثالثة. أنا عايز ألفت انتباه دلوقتي كل أب وكل أم، كل خادم وكل خادمة، أي إنسان حتى لو عايش لوحده جوه أو بره مصر، ألفت انتباهكم للآيات اللي جاية في أول المزمور رقم 22. بيقول كده، الرب يرعاني فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يسكنني، وإلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. إن سلكت في وسط ظلال الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. عايزك تخلي بالك من الآية اللي بتقول إلى مياه الراحة يردني. مش معنى ربنا لما خلق العالم خلقه بست أيام، وفي اليوم السابع استراح، وعلم الإنسان أنه محتاج يوم في راحة،
ليه طيب؟ قال لك كده علشان اليوم ده يهدأ الإنسان إلى نفسه، زي ما بيقول كده أبونا مار. لما يهدأ الإنسان لنفسه يرجع لربنا ويشوف حاله وصل فين، يشوف يعني بينمو في علاقته مع ربنا ولا لأ، بياكل ويشرب من ربنا ولا لأ، إلى مياه الراحة يوردني. لما العالم كله أهمل الحتة دي، ربنا جاب العالم بنفسه إلى مياه الراحة. يعني إيه حكاية مياه الراحة؟ قال لك كده زي راعي يروح أجيب خرفانه ويجيبهم كلهم جنب حتة فيها مية وفيها أكل، ويسيبهم كده ويسيبهم بقى قاعدين بقى مرتاحين وياكلوا ويشربوا عشان يشبعوا، بعد كده يرجعهم الحظير. هو ربنا عمل في العالم كده. النهارده كل واحد قاعد في البيت، ربنا جابنا إلى مياه الراحة. طب وجنبنا إيه؟ جنبك الإنجيل وجنبك كتاب روحي جنبك، وهتقعد تعمل إيه طول النهار؟ مد إيدك بقى وكل، مد إيدك واشرب. كأن ربنا كده عمال يقول لنا كده أيها القطيع اهدى اقعد اشرب وكل، عشان يعني تاكل من كلمة الحياة دي. فرصتنا بقى بصراحة. شوف ربنا عمل ايه، جاب العالم كله الى مياه الراحة. والمزمور ده بعد كده يقول لك ايه، ما ممكن واحد يكون قاعد بقى دلوقتي بينا ومضطرب، يقول لك لا، حتى المزمور ده بيقول لك كده، ما تخافش ان سلكت في وسط ظلال الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. خايف اليومين دول ما تخافش، عصاك وعكازك وما يعزيانني. وواحد يسأل سؤال، هو ربنا غضبان عليا؟ طب انا زعلان، ربنا مدد ايده تقيله شويه. على فكره انت في حته بس مش شايفها، انت مش شايف رحمته. تقولي رحمته ازاي؟ انا مش شايف ان في رحمه في الموقف اللي احنا فيه. اقول لك لا، تعالى يعني ندوق مع بعض الرحمه بتاعته. احنا اتفقنا ان ربنا لما شاف العالم فقير ومش شبعان جابه جنب مياه الراحه. تعال نشوف بقى رحمته في الفيروس اللي احنا يعني متألمين منه اليومين دول. على فكرة في رحمة كبيرة جدا. أولا الفيروس ده ما بيأثرش في الأطفال الصغيرين قوي، دي حاجة في منتهى الرحمة من ربنا، لأن الأطفال دول أصعب ناس تغسل إيديها وأصعب ناس تحافظ على نفسهم. الفيروس ده كمان مش بيأثر بشدة في الشباب، نشكر ربنا. لو كان بيأثر بشدة في الشباب كان زمان العالم كله دلوقتي في ضياع. فالشباب يقدروا يساعدوا الناس الكبار اللي اتألموا، أو يساعدوا الناس المرضى اللي اتألموا. يقول لك إن الفيروس ده مثلا بينتقل بالتلامس أكتر منه أي حاجة تانية. طبعا دي في رحمة. تخيل لو الفيروس ده بينتقل مثلا بالرذاذ كده ويطير الرذاذ ده لمسافات بعيدة، كان زمان العالم كله دلوقتي بقى في كارثة. الفيروس اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ده نسبة الشفاء منه كبيرة، وإن كان خطير، محدش بينكر إن هو خطير. يعني اللي بيبقى تعبان بيبقى خطير بالنسبة له. لكن بص رحمة ربنا، برضه فيروس مش شرس، في فيروسات تانية أشرس من كده بكتير. فاحنا كل ده بيوضح لنا رحمة ربنا. إذا في موضوع لازم ننتبه ليه. يا رب أنت جايبنا عند مياه الراحة، احنا عايزين نشرب وعايزين ناكل، عايزين كده نقف قدامك، عايزين نشوف محبتك. يعني نشوف اللي أنت بتعمله ده من مواقع علاقتنا بالبنين بالأب بتاعهم، وعايزين كده نبقى واحنا في الظروف دي شايفين محبتك دي دلوقتي، شايفينها وعارفين، عارفين ان انت رحيم على الرغم من كل اللي بيحصل في العالم كله. وبيرن في ودنا بصراحة الكلمة اللي قالها المسيح المخلع بعد ما شوف فيها، قال له كده لا تعود تخطئ ايضا لألا يكون لك اشر. نكمل تاني المزمور 22. المزمور 22 لما بنكمله بيقول لك كده، الانسان الواعي بقى اللي قاعد على مياه الراحة، اللي قاعد على مياه الراحة ده لما قعد ياكل ويشرب، شوف بقى رده يقول ايه. يقول لك كده ايه، مسحت بالدهن او بالزيت رأسي وكأسك روتني بقوة. يعني قعد كده يشكر ربنا، اشكرك يا رب ده انت قعدتني وزينتني في الايام دي اللي انا قعدت فيها معاك، وشبعتني وروتني بقوة. قد ايه احنا محتاجين للارتواء يا احبائي. يعني دلوقتي اليومين اللي احنا فيهم دلوقتي مش هتكرروا تاني. فعلا احنا الواحد اصلا بالعافيه بيلاقي اجازه، فبالك دلوقتي باللي احنا فيه، فارجوكم ما نضيعهاش، فعلا هنندم على الايام دي. فالنهارده بقى كل خادم كل خادمه فرصتنا ان احنا نتملى، علشان بعد ما تنتهي الايام دي ونرجع لكنيستنا تاني، فرصتنا ان احنا نكون شبعانين، فالمخدومين يدوقوا بقى الغذاء من عند ربنا. العالم كله بعد لما تخلص الظروف دي هيرجع جري يحاول يعوض الخسائر بتاعته ولا اخره، هيبقى فيه يعني نوع من انواع الانشغال. مش هنلاقي أيام هادية زي اللي احنا فيها دلوقتي نقعد كده على مياه الراحة في الهدوء ده كله. نرجع تاني للإصحاح الخامس وقصة المخلة. يقول كده القديس كيرولوس الكبير وهو بيشرح لنا بقى الجزء ده من إنجيل يوحنا، يقول لنا كده، يقول الإنجيل
بعد هذا كان عيد اليهود فصعد إلى أورشليم. خلي بالكوا احنا في الإصحاح الخامس. الإصحاح الرابع كله كان بيتكلم على اللي عمله المسيح بره أورشليم. ديس كرولس يقول لك الأيام دي كانت أيام عيد اليهود. هو كان في أيام عيد الفطير وفيها دي بيذبح اليهود خروف الفصح. في الوقت اللي هما كانوا بيذبحوا فيه خروف الفصح ده كان الفصح الثاني للمسيح بعد المعمودية بتاعته على إيد يوحنا. في الفصح ده المسيح ما رضاش يقعد في أورشليم. هو الحمل الحقيقي هو خروف الفصح الحقيقي، لكنه ساب أورشليم وطلع بره. طلع بره راح فين؟ راح مدينة السامرة. راح عند السامريين، قابل السامرية، توبها، البلد كلها تابت، جت سمعت منه وتابت. بعد كده خرج راح حتة اسمها الجليل. طبعا دول مش يهود، كل اللي احنا بنتكلم عليهم دول. راح حتة تانية اسمها الجليل، وهناك قابل ابن خادم كان ابن خادم الملك تعبان، وخادم الملك ده بعت يتوسل إليه. وهناك شفاه، ربنا شفى الابن ده، فالراجل يعني آمن هو وأهل بيته. ويقف كده القديس كرولوس يقول شوفوا العجب، ربنا يكون جاي لليهود وعندهم كل حاجة، لكن هم لما يسمعوا عن المعجزة اللي هيعملها اللي عملها دي مع الراجل المخلع، يقعدوا يدوروا على سبت ويقعدوا يدوروا على مش عارفين، مش شايفين المعجزة نفسها. لكن بالنسبة للسامريين وبالنسبة لابن لخادم الملك ده، أول لما خادم الملك شاف الأمر ده، أول لما سمع كلام المسيح صدقه وآمن، وآمن هو وأهل بيته. برضو بتوع السامرة سمعوا كلمة ربنا وآمنوا. فبيقول لنا كده القديس كرولوس الكبير، يا ترى قلوبنا بتصدق المسيح؟ بتصدق كلامه؟ بتقول إن كلامه ده محي؟ يا ترى أنت لو بتقرأ كلمته بتقول الكلام ده أنا لازم أخده لازم أعيش بيه؟ ولا الموضوع ده برضو بتقعد تدور على حاجات رفيعة كده ما تسويش؟ قال لك كده الطاعة العجيبة للإمام من الناس الغرباء دول قصاد الإدانة بتاعت اليهود المفروض هم بتوع ربنا. قعدوا يجدفوا عليه ويقولوا عليه ده راجل بيكسر السبت، ومش شايفين إنه قدامهم معجزة جبارة زي واحد بقى 38 سنة مقعد ويشفى. المهم المسيح قضى الفصح بره، ودلوقتي هو راجع في أيام الخمسين، ده برضو عيد اليهود، راجع في الأيام دي علشان خاطر يجي عند البركة. البركة دي اللي هي بركة بيت حسدة، والبركة بتاعت بيت حسدة دي كان متعودين يهود انه في الوقت ده ممكن ينزل ملاك من السماء يحرك المية، وعلامة نزول الملاك ان المية بتتحرك، اول واحد ينزل يخف. كلمة بيت حسدة دي بتورينا معناها يعني الرحمة. طبعا في رحمة كبيرة جدا من ربنا، ازاي اي حد مهما كان مرضه لما ينزل في المية دي يخف. وفي نفس الوقت شوف رحمة ربنا، فإنه المسيح وهو معدي يقول لك كده رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا. الراجل ما طلبش، ده المسيح هو اللي شايفه، والمسيح راح له مخصوص وجاه كده لحد عنده. وعلى فكرة هيبان من الكلام إن المسيح ما قالوش أنا مين، والراجل ما كانش يعرفه، يعني المسيح راح لحد ما يعرفوش وراح له كده وقال له هو أنت تريد أن تبرأ؟ فصلاح ربنا ما خلاهوش ينتظر ان الرجل يتوسل، بل اسرع الى حيث هو يرقد وتعاطف معاه لانه متعب، ويقول كده القديس كرولوس طب يا ترى يا رب انت سالته ليه؟ يعني سالته ليه السؤال ده؟ قال لك كده كان ربنا عايز يحرك فيه الرغبه في الشفاء، عايزه يطلب. المسيح ليه سلطان على الشفاء ومستعد انه يقدم الشفاء، لكن ينتظر فقط منك انك تطلب. ربنا بيعمل معنا كده، عايز تتغير ربنا يبعت لك كلمته، وكلمته قوية لكن تطلب، قادر انه يغيرك ومستعد انه يغيرك لكن تطلب، فهل تريد ان تتمتع بالنعمة دي؟ والعجب برضو في ربنا ان لما المسيح واقف قدام الاخ ده بين حتة جميلة في الاخ ده. طبعا اللي يشوف الانسان ده يقول ده ما فيهوش حاجة كويسة، يعني قاعد 38 سنة مقعد قاعد مش عارف يتحرك. لكن شوف بقى لما المسيح سأله أتريد أن تبرأ، يقول لك كده إيه؟ يقول لك كده ما صارش، ما قالوش يعني أنت مش شايف أنت، لا قال له يا سيد يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة. فأحيانا الناس كتيرة مع طول المرض بتبتدي تبقى غضوبة، أو تبتدي يبقى مش قادرة تستحمل، أو تبتدي لك الإنسان ده كان إنسان عنده وداعة، وإحنا كلنا نتمنى أن احنا يبقى فينا حتة الوداعة دي. المسيح قال له قم احمل سريرك وامشي. وحب ربنا برضو ان يوضح حتة تانية جميلة في الانسان ده، انه امن في الحال وصدق، ما عادش يقول له ازاي يعني ازاي اقوم اصلا، طب لو قمت ازاي امشي،
ولو مشيت ازاي اشيل السرير؟ ما قالش ولا حاجة من دي خالص، لكن صدق الكلام وآمن بالكلام ده وقام. طب انت بقى ايه اخبارك؟ بتصدق كلمة ربنا اللي بتجي لنا كل يوم؟ بيت حاسدة دي ليه بيت الرحمة، ودي رحمة ربنا زي ما انت شايف. هو ربنا جاي عشان خاطر ولاده التعبانين، اللي تعبان روحيا، اللي تعبان جسديا. طب انت جاي لي يا رب؟ انا جاي عشان اتوبهم، جاي عشان اشفيهم. والشفاء عندنا مش مجرد شفاء جسدي، الشفاء الروحي وشفاء القلب مهم جدا. جاي النهاردة عشان يشفيهم من الشرور والفساد، ويقدسهم ويطهرهم عشان يرجعوا تاني على الصورة اللي هو خلقها. يقول لك كده ان الاحداث دي كلها دارت فين؟ دارت حوالين البركة، والبركة دي فيها مية، والمية بترمز للمعمودية. يبقى المعمودية هي اللي الانسان فيها بيشفى ويتولد ولادة جديدة، يتولد ولادة جديدة. النهاردة المسيح واقف قدام الراجل ده مش مجرد كإنسان، يعني القديس كيرلس كبير يقول لك ايه، هو واقف عمل معجزة ازاي؟ ما رفعش ايده كده كأنه نبي او واحد من التلاميذ وصلى وبعد كده طلب، لا ده هو بكلمة قال له قم احمل سريرك وامشي، في الراجل قام ومشى. يبقى هنا المسيح ظاهر كرب يأمر بسلطان، يقول له اذهب لبيتك فيذهب، احمل سريرك فياخد قوة على حمل السرير. اما المريض كان كل عليه يعمله ايه؟ قال لك يطيع، يطيع ويؤمن ويصدق اللي بيقوله ربنا. لما أطاع كلمة ربنا وصدق الكلام ده، ده نعمة الشفاء اللي كان مشتاق لها لزمن طويل جدا. والقديس كيرلس كده يحب إيه؟ يسأل برضه سؤال تاني كده في الحتة دي، يقول لك سؤال بقى، هو حمل السرير يوم السبت ده مش كسر الوصية؟ يعني هل فعلا ربنا ممكن يأمر الإنسان ده إنه يحمل السرير يعني ويكسر الناموس؟ هل ينفع إن المسيح يقول حاجة عكس اللي مكتوب في الكتاب المقدس بتاع العهد القديم؟ قديس أغسطينوس يقول لك مش ممكن، مش ممكن. يقول لك انتبه لنقطة خطيرة وانت تفهم الموضوع ده، قال لك دول يهود قاعدين ويقول لك كده ايه، البركة اللي كانت موجودة كان لها خمسة أروقة، قال لك كده زي ايه أسفار موسى الخمسة، بنتكلم عن الناموس، احنا قاعدين في الناموس. فقال لك كده الناموس ما بيشفيش، امال الناموس بيعمل ايه؟ قالك يكشف الخطايا ويكشف الضعفات، يكشف الخطايا يكشف. يجي الواحد يقول طب ربنا بيقول لا تقتل، لا لا تغضب، وانا من جوه الغضب شغال، وانا من جوه عمال اشتهي مالي قريبي، وانا من جوه. طب بيعمل ايه الناموس؟ بيكشف لي الخطايا، بيكشف لي ان انا محتاج المخلص، بيكشف لي ان انا محتاج المسيح. طب المسيح بقى مين؟ قالك المسيح ده هو اللي هو بتاع الناموس، هو صاحب الناموس. يجي النهارده وبكلمه يقولها، اللي يطيع الكلمه دي واللي يسمع الكلمه دي واللي يؤمن باللي بيقوله المسيح، هو ده اللي يشفى، وهو ده اللي يقوم، وهو ده اللي يدخل في الحياة الجديدة. يقول لك كده احنا لما بنصلي انجيل باكر، انجيل يوحنا صح الاولاني، اما الذين قبلوه فاعطاهم سلطان ان يصيروا ابناء الله الذين من الله ولدوا. يبقى حرف الناموس مش هو الهدف، حرف الناموس خلاهم يقفوا قدام المسيح ويلقوا عليه بالتهمات، يقولوا له ده كسر الناموس. وكأن كرامة يوم السبت مش ان انسان يشفى فيه، يعني ان لا احنا ما نعملش معجزة شفاء عشان ما نعملش حاجة خالص يوم السبت. طبعا ده مش ده اللي ربنا عايزه خالص. طب الراجل بقى، قالك الراجل البسيط ده رد عليهم رد رائع، قال لهم على فكرة الذي ابرأني هو قال لي احمل سريرك. هو انتم مش شايفين انه ابرأني؟ انتم مش شايفين الكبيرة انه خففني؟ هو اللي اصدر الامر بالمشي، وهو ده اللي وهبني الصحة، وهو ده المستحق كل كرامة، وهو ده صاحب القوة والنعمة، ازاي ما اسمعش كلامه؟ اللي عمله المسيح ما ينفعش يصدر غير من الله الذي له القوة والقدرة، فانتوا ازاي بتطلبوا مني كده؟ هل بقى اللي يعمل العمل الكبير قوي ده ويشفيني انا ما اطيعوش؟ هل هو ممكن يطلب امر لا يسر الله؟ فطبعا الكلام ده يعني الراجل جاوب عليهم بمنتهى البساطة، يعني قالوا له مين اللي قال لك احمل سريرك؟ طبعا المشكلة بقى ظهرت ان الراجل مش عارفه. ليه؟ قال لك كده المسيح لما شاف الناس ابتدت تتجمع، لما ده ابتدى يقوم قال لك اذا كان في الموضع جمع مشى. ومشى برضو، قديس كيرلس بيقول كده انه مشى بالاكتر عشان خاطر ما يتواجهش مع اليهود عشان ما تحصلش مشكلة، مش ده الهدف في الموقف ده. عارفين عمل ايه بقى المسيح؟ مش هرب مثلا، لا اوعى حد يفتكر كده اطلاقا. لكن المسيح ما رضاش يتواجه مع اليهود عشان يعلمنا ان احنا ما نقفش قدام الشر، ما نقفش قدام الشر. قال لك كده عمل كده عشان يبقى لنا مثال. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ قال لك جابه تاني، لقى فين؟ لقى كده يسوع، وجده يسوع في الهيكل،
طب وبعدين؟ قال لك جاي له تاني يكلم الراجل ده تاني. المرة الأولانية كان بيكلمه كأنه طبيب بيشفي الجسد، المرة دي بقى جاي يشفي الروح. ليه؟ يقول لك كده بص بقى، جاي يديله رسالة للشفاء بتاعته: لا تعود تخطئ أيضا لئلا يكون لك أشر. واحنا كنا اتكلمنا على موضوع التأديب. قال لك كده: فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. والقديس كيرلس بيشوف كده ان الراجل ده مثلا مش راح قال لليهود الحقوا اهو جبته لكم اهو روحوا اتصرفوا معايا. لا بص اسمع كويس، يسوع هو الذي ابرأه. الراجل ده بعد لما خف وداق الشفاء عمال يقول للتانيين: خلي بالكم ده هو ده اللي بيبرئ، ده هو ده الطبيب، يمكن ينفعكم. ويجي القديس كيرلس بقى يتكلم على موضوع السبت. بصراحه القديس كيرلس هنا بيشاور باشارات يعني جميلة وعميقة جدا، عشان نفهم انه خطر جدا على الواحد انه يبقى حرفي في تنفيذ الوصية. بص يقول ايه: طبعا احنا ما عندناش في المسيحية سبت، لكن احنا عندنا حاجة اسمها يوم الرب. يوم الرب ده يوم الحد، يوم القيامة. يوم القيامة ده بالنسبة لنا ده بداية الحياة الجديدة. فعشان خاطر كده بنيجي يوم الحد ونكرسه لربنا، يعني نحضر مثلا قداس الصبح ونقعد نحاول نجمع فكرنا في ربنا. طب افرض واحد ظروفه ما تنفعش يوم الحد، ماشي ممكن يختار يوم تاني وليكن مثلا الجمعة، لكن الفكرة كلها في تخصيص يوم لربنا، يبقى يوم بتاع ربنا. واحد ما يكسلش فيه في الحاجات بتاعت ربنا خالص، يحضر قداس يبقى يحضر قداس حتى لو كان تعبان يوم اللي قبله. فاحنا بالنسبة لنا يوم الحد هو يوم الرب. طب بيقول لنا ايه القديس كيرلس الكبير؟ يقول لنا كده: مرة المسيح عمل معجزة شفاء كبيرة قوي، واليهود برضو تذمروا اللي عملها في السبت. رد عليهم المسيح في لقطة 13 يقول لهم ايه: هو انتوا لو واحد فيكم عنده تور او حمار، الا يحل لكل واحد منكم في السبت ثوره او حماره من المزود ويمضي به ويسقيه؟ ويسالهم تاني: وفي السبت تختنون الانسان، فان كان الانسان يقبل الختان في السبت لئلا ينقض الناموس، افتسخطون علي لاني شفيت انسانا كله في السبت؟ ربنا بيقول لهم يعني انا الوصيه اللي انا مديها لكم دي هبقى بشفق على التور او الحمار، مش بشفق على الانسان. معقول الكلام ده؟ ويجيب كده القديس كيرلس قصة غريبة بس قوية قوي من العهد القديم. يقول لك ايه؟ يقول لك موسى ربنا بعت عن طريق الناموس للشعب، لكن الناموس ما وصلش الشعب لأرض كنعان. يعني ايه؟ يعني موسى جوا لحد حدود أرض كنعان وربنا قال له اطلع الجبل بص كده على الأرض، ومات موسى على الجبل وربنا دفنه، بس موسى ما دخلش أرض كنعان. وقالوا كده كل القديسين ان ده عشان الناموس ما يوصلناش للسماء، المسيح هو اللي يوصلنا للسماء. فقال لك ايه اللي حصل؟ مين بقى اللي دخلهم أرض كنعان؟ قال لك اللي دخلهم أرض كنعان ده يشوع، اللي هو يسوع اللي هو المخلص. قال لك كده يشوع أخد الشعب عدى بيهم نهر الأردن وابتدى قدامهم عقبة كبيرة جدا، هيحلوا مشكلة أسوار أريحة إزاي؟ مدينة حصينة وعايزين يدخلوها يعملوا إيه؟ ربنا قال له بص يا يشوع، 6 أيام تاخد الشعب وتلف حوالين المدينة ومعاك الكهنة والأبواق. طب أدي 6 أيام. قال له في اليوم السابع، اليوم السابع خلي بالكم، في اليوم السابع تعمل ايه؟ قال له في اليوم السابع تلفوا 7 مرات وتبوقوا بالابواق، الكهنه يبوقوا بالابواق، تنهار الاسوار تدخلوا المدينه. قال لك القديس كيرلس اليوم السابع ده زي السبت. طيب الشعب يعترض ويقول له يا يشوع احنا مش هنمشي وراك. الشعب يعترض ويقول له يا يشوع ما ينفعش ندخل المدينه في اليوم ده. لا طبعا، ده واضح جدا انه عمل الهي من الدرجه الاولى، زي اسوار مدينه تنهار بشوية أبواق تتضرب ومشي حوالين السور. إذا هو القديس كيرلس عايز يلفت الانتباه لإيه؟ إن العملية مش عملية حرفية، لكن لما يكون في عمل إلهي ربنا ما يبطلش عمله. ويقول كده القديس كيرلس ربنا ما بطلش عمله خالص يوم السبت، يعني بيشرق بيخلي الشمس تشرق ويخلي الأمطار تنزل ويخلي الشجر يطلع ثمر، ربنا ما بطلش عمل. لكن الفكرة كلها هو عايز الإنسان يهدى يجي لمياه الراحة، زي ما احنا قلنا في المزمور الأولاني، عايز الإنسان ينتبه لربنا فيبقى منتبه لكل حاجة خاصة بربنا، ينتبه لكل عمل في محبة، كل عمل في شفقة، كل عمل يعني يفرح قلب ربنا. المهم بقى آخر نقطة يقول كده إيه: أجابهم يسوع أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. ويقول لك هنا بقى حصلت مشكلة كبيرة جدا. المشكلة الكبيرة اللي حصلت إيه؟ انهم فهموا، اليهود اللي كانوا بيسمعوا المسيح فهموا انه كونه قال كلمه ابي ان ده معناها انه بيعادل نفسه بالله، يعني الاثنين واحد. اليهود فهموا دي كويس قوي، عشان كده طلبوا يقتلوه، ليس مجرد انه نقض السبت بل انه عادل نفسه بالله لما قال
أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. طب ليه يا رب تقول لهم كده؟ المسيح عايز يوضح نقطة خطيرة لليهود، قال لهم أنتوا أخدتوا الناموس من الآب بواسطة موسى في العهد القديم، مظبوط؟ دلوقتي بقى اللي قدامكم واقف قدامكم الابن، الابن الوحيد، الابن الوحيد اللي بيعمل كل شيء مع الآب، الواحد، الابن الواحد مع الآب في الجوهر الإلهي، الابن اللي الآب بيعمل بيه كل شيء، الابن اللي بيأمر الخليقة فتطيع، هو ده اللي بيخلي الشمس تشرق، وهو ده اللي بيخلي السماء تمطر، وهو ده اللي بيخلي الأشجار تثمر، والطبيعة لا يمكن أنها ما تتعوش. طبعا احنا شفنا بقى على مدى حياة المسيح ازاي بقى بيأمر البحر اللي هايج والريح فتسكت، شفناه بيعمل أعمال عجيبة جدا. كل الخليقة بتخضع لابن، ليه؟ لأن هو ده الابن الوحيد، اقنوم الابن، ده اللي بيعمل أعمال إلهية، والنهاردة بيعملها يوم السبت، وده اللي بيشفي، وفي الأسبوع الجاي هنشوفه بيخلق عينين. بيوضح لهم أنهم في تذمرهم عليه هم في الحقيقة بيتذمروا على الآب اللي هم بيقولوا أنهم بيحبوه. هم ما عرفوش الابن قبل كده، هو جاي يعرفهم بنفسه، ما يعرفوش لأنهم شايفينه من بره يعني متواضع أخذا شكل العبد، ما يعرفوش أنه هو ده الكلمة، هو ده كلمة الله. احنا طبعا لما بنصلي صلاة بك نقول ايه؟ في البدء كان الكلمة، وكان الكلمة الله، بنقول كده، فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، وهو ده الحياة نابع من الآب. النهاردة الابن الوحيد واقف قدامنا في الإنجيل الجميل بتاع إنجيل يوحنا أصحاح 5، الابن الوحيد ده جاي عشان يفتقدنا، يفتقدنا في ضعفنا وأمراضنا، حتى لو طولنا 38 سنة جاي عشان يرفعنا لفوق ويصعدنا إلى ما هو فوق طبيعتنا وإلى ما هو سامي فوق طبيعتنا. النهاردة كلامه ناس تسمعها تقول لك الكلام ده ما ينفعناش، الكلام ده ما ينفعش في العالم ده، ما ينفعش فعلا لأنه بتاع السماء، لكن احنا قلبنا خلاص متعلق بالسماء. المسيح اللي النهاردة جاي عشان خاطر يرفعنا لفوق، اللي جاي عشان يصيرنا أبناء لربنا بالتبني، المسيح اللي جاي عشان يسكن فينا بالروح القدس، هما بصوله من بره بس في إخلاقه لذاته، لكن هو عايز يرفعهم لفوق. أول لما سمع منه كلمة أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، فهمه، فهمه كويس الجملة دي، عشان في ناس كتيرة بتقول المسيح في الإنجيل ما بيقولش إن هو ربنا، أدي اليهود فهموا الكلمة دي، فهمتهم كل حاجة إنه بيعادل نفسه بالله، فهموا الكلام لكن ما يدركوش حقيقته. فالسؤال ليك، هل أنت واثق؟ هل أنت جاي له وأنت بتقول له يا رب أنت أيها المسيح إلهي الابن الأقنوم العظيم، أنت يا رب اللي كلامك محي، أنت يا رب اللي ليس بأحد غيره الخلاص، أنت يا رب اللي جيت عشان خاطر ترجعنا تاني على صورتك ومثالك، نتخلقنا على صورة الله، والكلام ده موجود في سفر التكوين، ولما أخطأ الإنسان دعنا، طب وبعدين؟ قال لك جاي المسيح تاني عشان التشوه اللي حصل فينا ده يرجع تاني، يرجعنا تاني على صورته، فهو جاي بنفسه، جاي بنفسه عشان خاطر يرفعنا لفوق، عشان خاطر يرجعنا على صورته. فالكنيسة تقول لك ده اللي قدامك المسيح ده هو آدم التاني، لو كنت انت سالك حسب طرق آدم الأول فانت عارف ده نهايته ايه، لكن النهاردة كلنا بنمشي وراء آدم التاني المسيح. آدم التاني ده اللي هو الصورة اللي احنا المفروض كنا نبقى شبهها بالظبط، فالنهاردة المسيح جاي كمثال قدامنا، واحنا المفروض نمشي وراه ونسمع كلامه ونصدقه ونؤمن بيه ونطيعه. فالنهاردة الصوم الكبير ده فرصة لهذا الاستعداد بقى، خلي ودنك مطيعة، خليك بتصدق كلامه، خليك بتصدق كلامه وتنفذه في حياتك مهما كانت الظروف. طب وهو؟ هو جاي إليك عشان يمنحك الحياة ويمنحك الشفاء، عشان يخليك شبهه ويديك نعمته القوية المغيرة. فالنهاردة أقف كده وصلي قدامه وقول له يا رب نفسي أبقى شبهك، يا رب اخلقني تاني، صلحني من جوه، يا رب ديني أن أرفض كلام الناس اللي حواليا ويبقى ليا بالنسبة لك أنت ودن مطيعة، واديني يا رب من جوه إيمان قوي، إيمان قوي بيك يا رب عشان أتكلم بمجاهرة أنك أنت هو إلهي، وأنت يا رب الذي يليق بك كل مجد وكل كرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.